على الرغم من عشرات الجرائد والإصدارات الصحفية التي ظهرت في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مصر لا تزال في بؤرة الاتهام بتقييد حرية التعبير فيها، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول معايير قياس الحريات، ومنها حرية التعبير وحرية الصحافة. إذا يعني إحنا ترجمنا ده للواقع الاجتماعي اللي بتعيشه الصحافة مثلا في المجتمعات العربية، هنجد أن هذا الواقع فيه كثير من القيود، قيود اجتماعية، قيود على تداول الأفكار والمعلومات، قيود في مدى الوصول إلى مصادر الأخبار. فبالتالي هذا يعني الأمر بينعكس على الممارسة الصحفية. التجاوزات اللي هي بتحدث أحيانا مثلا نشر بعض الأشياء المجهلة، اتهام بعض الشخصيات بدون أي مستندات أو أي دليل، كل دي عوامل قد تنتقد أنه يعني لا يتم الالتزام فيها بالمواثيق اللي تم الاتفاق عليها أو اللي تعرف عليها على مستوى الدولة. قضية حرية الصحافة وحرية التعبير امتدت أيضا إلى ما يسمى بالإعلام الجديد عن طريق المدونات والمواقع الإخبارية، والتي تتمتع بقدر أكبر من مساحات التعبير، وهو ما يثير أيضا تساؤلات حول سقف الحرية المتاح لدى هذه الوسائل الإعلامية. ظهور العدد الكبير جدا من هذه المدونات لأنها وسيلة للتعبير بحرية مطلقة عن الأفكار وعن الأحداث. خطورة هذه الوسيلة لأنها لا يوجد ضوابط تحكمها، ولا يوجد يعني ميثاق مثلا شرف، لا يوجد، لأن هي تتبع وسيلة من الصعب طبعا السيطرة عليها. وخلال السنوات الأخيرة شهدت ساحات القضاء المصري دعاوى تعلقت بحرية الصحافة والإبداع في ظل غياب قانون يمنع عقوبة الحبس في قضايا النشر. هي المعايير طبعا معروفة على مستوى العالم، هي المعايير الأخلاقية ومعايير المهنية، وبالتالي هذه المعايير يعني مثلا قضية زي قضية مثلا التوازن الإعلامي، الموضوعية، التحقق من صدق الأخبار والدقة. قضية حرية الصحافة والتعبير يرى البعض أنها بدأت تتنامى مع الحراك السياسي الذي بدأ في مصر قبل عدة سنوات، لكن البعض الآخر يرى أنها ما زالت مكبلة بعدد من القيود السياسية والاجتماعية التي تجعل من الصعب الوصول إلى معيار حقيقي يقيس هذه الحرية. من القاهرة أسامة يوسف، اليوم على الحرة.